قال معاوية لعراب الأوسي: بأي شيء استحققت أن يقول فيك الشماخ: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فقال عرابة: سماع هذا من غيري أولى بك وبي يا أمير المؤمنين. فقال له معاوية: عزمت عليك لتخبرني. فقال: بإكرام جليسي ومحاماتي عن صديقي. فقال له معاوية: لقد استحققت هذا بالفعل.